خلال أزمة جائحة كورونا وما حدث في الموصل، كانت جامعة الموصل نشطة جداً في التعامل مع هذه الأزمة من خلال مختبراتها ومن خلال فعالياتها العلمية المختلفة. أحد هذه الفعاليات اليوم هو كحول الإيثانول، هذا الكحول الذي تعاني محافظة نينوى من نقص حاد في كمياته نتيجة لاستعماله في التعقيمات الطبية. جامعة الموصل ومن خلال مختبراتها قامت بتخفيف وإنتاج هذا الكحول إلى النسبة الطبية المقبولة، حيث استلمت كميات من محافظة من دائرة الصحة وقامت مختبراتها بتخفيفها بشكل علمي إلى القيمة الطبية. طبعا استمعنا من الدوائر المغلقة بتناقص كمية الكحول بداخل دائرة صحة نينوى، وما حبينا نطرح الموضوع لصيغ ضجة وممكن يصير احتكار للأسعار وممكن يصير يعني شوية ارتباك بالمدينة بسبب هالشيء. حاولنا ندرس الفكرة، يعني طرحت الفكرة درسناها بالأخير، يعني طرحت الفكرة على دكتورة هيام إنه إحنا نحضر الكحول من مواده الأولية. الدكتورة مشكورة طبعا تبنت الفكرة، بعدين شوية واجهنا صعوبات التحضير التفاصيل، بعدين يعني ارتينا انه نحول المواد مختبرية، ايضا واجهنا صعوبة مع شركات المواد المختبرية بسبب منع التجول وقطع الطرق بين المحافظات، لكن تواصلنا الى دراسة انه يعني طرحتوا عليها فكرة الكحول الاثيلي اللي هو التجاري، الكحول التجاري، والحمد لله والشكر جبنا عينة درسناها طلعت ملائمة، بعدين تحولنا الى كميات كبيرة، وإن شاء الله نتأمل أنه نلبي حاجة دائرة صحة نينوى ونصدر الباقي المحافظات إن شاء الله. يسرنا نحن كفريق نينوى أولاً أن نكون اليوم أحد الداعمين والراعين لمشروع إعداد مادة الكحول المعقمة وتوفيرها لمستشفيات الموصل بشكل خاص ومستشفيات العراق بشكل عام. هذه الفكرة التي حققت أهدافها الأولية بإعداد 500 لتر من مادة الكحول المعقمة كانت كفكرة أحد شباب المبدعين الموصل المبدعين أحمد وليد، وبدعم ورعاية جامعة الموصل. راديو الغد، وطن يمتد.